عقب الطلاق. أجرت الرجعة عقب الطلاق لأن الطلاق سبب لها، والمسبب يؤخر عن السبب. وقيل ذكرها المصاب عقب الطلاق إشعارا بأنها في حكم ثم يراجعها فكأنه ابتدأ نكاحها من جديد. فمن ذلك ذكرت عقب الطلاق. نريد أن نعرف الدليل على الرجعة من الكتاب ومن السنة. الدليل على مشروعية الرجعة أو الأصل في هذا الكتاب قبل الإجماع قوله تعالى: وقلوا لنا أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أحق بردهن في العدة إن أرادوا رجعتهن. أما دليلها من السنة فهو قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة وأنها زوجك في الجنة، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها. ونريد أن نعرف حكم الرجعة. الأصل في الرجعة الإباحة، هذا هو الأصل، ولكن تعتريها أحكام النكاح، فأحيانا تكون واجبة على من طلق إحدى زوجتيه قبل أن يوفي لها ليتها بالقسم. لو طلق إحداهما ولكن لم يعطيها حقها بالقسم بينها وبين الزوجة الأخرى، في هذه الحالة تكون الرجعة واجبة، وتكون حراما إذا ترتب عليها عدم قسم أو عجز عن الإنفاق أو عجز عن المعاشرة بالمعروف. أنا هرجعت مش هقدر أنفق عليه، مش هقدر إن أعاشرها بالمعروف، في هذه الحالة الرجعة تكون واجبة، حيث كان الطلاق سنة وتندب أن تكون مندوبة إذا كانت الطلاق بدعية. نريد أن نعرف أركان الرجعة. الرجعة لها أركان. الركن الأول المحل بين الزوجة، الركن الثاني المرتجع وهو الزوج، الركن الثالث الصيغة وهو قول الزوج: راجعت زوجتي إلى عصمتي وأمسكتها على ما كانت عليه. ويعتبر الطلاق سببا من أسباب الرجعة. شغل بسيط. نريد أن نعرف الشروط اللازم توافرها لصحة الرجعة. يشترط لصحة الرجعة 6 شروط. الأول والثورة الطلاق دون الثلاث، بأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية.